يعني فتنة الشبهات اللي هي استدلال بنصوص من الحق يفهمها المستدل على غير ما تدل إليه باجتهاد وهو مريد للحق، هذا صنف. وفتنة الشبهات أيضا منها من يستدل بنصوص من الشرع هي حق لكن وجه استدلاله هو باطل، ففتن الناس وابتلوا بهذا. والشهوات هي من يريد شهوات البطون والفروج ويستغلون هذا باسم الدين وباسم المطالبة بالعدل تارة وبالعدل في توزيع الغنائم والسبي وغير ذلك وبيت المال، وأخرى من أجل التفريق حتى يكون لهم موطئ قدم في تفريق الأمة وتشتيت الشمل والانتصار لمن أذلهم الله من الفرس والروم، فعمت البلوى. مثل ما صارت المصيبة الأولى بالردة، ردة من ارتد عن الإسلام حتى ثبت الله المسلمين على يد الصديق رضي الله عنهما وجماعة الصحابة رضي الله عنهم، ثم صارت فتنة الخروج بالتأويل الباطل حتى إن الله عز وجل رد الكيد على أهله وثبت الله على الإسلام بمواقف الصحابة رضي الله عنهم في رد الشبهات وتفنيد التأويلات الباطلة، ثم بقوة السلطان في زمن معاوية رضي الله عنه. فكانت أول الظهور الخوارج الذين خرجوا على عثمان من الأمصار، ثم الخوارج الحرورية الذين خرجوا على علي في العراق وكفروه بقبول حكم الحكمين، ثم بعد ذلك استحلوا دماء المسلمين وحرماتهم فقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، فشرح الله تعالى صدر علي رضي الله عنه لقتالهم وقاتلهم وقتلهم وبين سنة قتالهم وسنة كشف شبهاتهم بمناظرتهم هو بنفسه وبابن عباس رضي الله عنهم جميعا، ثم بقتالهم وقتلهم بإظهار علامتهم وأنهم هم هؤلاء الخوارج الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأنهم يخرجون في حال فرقة من المسلمين. وبين الله عز وجل على يدي علي رضي الله عنه سنة التعامل مع الخوارج، وجوب قتلهم قتالهم وقتلهم بعد كشف شبهاتهم ورد ضلالاتهم، ثم بعد ذلك بقوة السلطان في زمن معاوية رضي الله عنه. ثم ظهرت فتنة الغلو بعلي رضي الله عنه من غلاة الشيعة الذين غلوا فيه وتنكروا للصحابة رضي الله عنهم، فصارت فتنة الغلو. ثم بعد ذلك ظهرت فتنة القدرية في آخر عصر الصحابة بشبهاتهم وتأويلاتهم الباطلة، ثم بعد ذلك ظهرت فتنة التجهم الجهمية في الصفات وغير ذلك. كل هذه قيض الله لها من أهل الإسلام من يرد شبهات هؤلاء ويفند ضلالاتهم ويبين الحق ويجليه لأهل الإسلام حتى ثبت الله تعالى أهل الإسلام وأظهر السنة وقمع البدعة وأهل البدعة، وهذا كله من فضل الله ورحمته على أهل الإسلام ومن عدل الله وحكمته في أهل الأهواء والشبهات والضلالات. نعم.